انا كان ليا فول مثلا مشهوره بيه وعملته قبل كده في البرنامج. ايه بقى فول ايه؟ مع صديقي شريف مدكور. اه ده جميل شريف مدكور، اللي هو الفول اللي بالصلصه والفلفل والمش عارفه ايه، الفلافل الملونه والقوطه، وبعدين في الاخر نضرب فحمايه ولعه فيه كده فيبقى يدي ريحه ذريه. ها فحمايه ولعه ليه بقى؟ بتعمل ايه؟ بتدي طعم كانك اكلتي حاجه مشويه. الله. اه عارفه الفليفر بتاع المشوي ده؟ اه ده اسهل حاجه في الدنيا انك تعملي ايه، تجيبي السمنه بتاعتك اللي هتطبخي بيها طول الشهر، تقدحيها وتسيبيها لما وتطفي عليها النار، تحطيها على جنب كده، تولعي فحم انفخ فيها لما يبقى جمر جمر احمر كده، تشي في السمنه وتقفلي خالص عليها، وتحطي عليها ثلاث رجاله يقعدوا على الحله، وتسيبيها ان شاء الله يومين، وتكشفي تشيل الفول. اه هيبقى فيه بواقي فحم عادي جدا، بناكله مش مضر خالص، بناكله بسوسو مش هناكل بفحمه. لا ما فيهوش حاجه الفحم خالص يعني، وبس ده اللي تطبخي منه، اكلك كله هيبقى طعمه حاجه تانية خالص. ايه ده حلوه دي، كله دي حلوه. تعمل ايه؟ انفخ جامد بقى، ضيع كل الرماد لانها لا جامد يا شريف، اوف جامد. ايوه كده اديها، ايوه خلي النار تبان قوي منها كده. يا ساتر ليه خدودك تاكلك من جوه وانت بتنفخ. يلا شريف هات اهو. شفت الدخان اللي طلع ده فعلا؟ خلاص الفحم عايزه تجي برضه ما يجراش. دي جميله، فخ يا جامد بقى. هو ده النفس اللي في الاكل. شفت الدخان ده؟ هو هيحصل هذا إيه؟ هو النجاح في حد ذاته. عايز الفحم ولا خلاص؟ خلاص تعالى خد الفحم يا حاج. طبعا لو الغطا محكوم اكتر اكبسهولك بفوطه ولا حاجه؟ لا خلاص. عايز افتح واحد اتنين تلاته افتح. اه اوعى وشك. يا لهوي شفت المنظر؟ تهبل بس. هناكل الفحم جوه ولا ايه؟ ايوه ما هو الفحم ده فحم حارق اهو. ادوق؟ استنى هنقرب. تحفه. مين اللي قال لحضرتك تعملي الفكره دي؟ انا اللي اخترعت. نهر اسود